واحد زائد واحد. من يشوف ان الاجابه ممكن تساوي واحد يرفع يده. حتى صاحبي اللي جايبه معايا ما رفعش يده. الثانيه متفقين عليها. من يشوف ان هي ممكن تساوي ثلاثه يرفع يده. ان الاجابات الثلاثه ممكن تكون صح. نحن بدنا بالرياضيات. خلونا نرجع في التاريخ ممكن يكون اسهل. التاريخ مش اسهل من الرياضيات، التاريخ اصعب من الرياضيات. لان في الرياضيات انا باش نثبت صحه الشيء ممكن نثبته مره واحده، لكن في التاريخ انا مطالب اني نثبته اكثر من مره عن طريق اكثر من مصدر. تمام. من اول الحضارات المعروفه تاريخيا هي الحضارات اللي اعتمدت على الزراعه مثل حضاره وادي النيل. هذه الحضارات ركزت بشكل اساسي على البحث عن الاراضي الخصبه. هي الماده الخام. بعد فترة اكتشف الإنسان الآلة وبدأ يعتمد بشكل كبير على الآلات الصناعية. الانتقال من الزراعة إلى الصناعة كان بديهي. من الزراعة إلى الصناعة كان بديهي، لأن القيمة الناتجة من الصناعة أعلى من القيمة الناتجة من الزراعة. بعد الحرب العالمية الثانية بدأت البيانات والمعلومات تأخذ في قيمة نفس قيمة الأراضي الخصبة والحديد والنفط، أي قدت هي المادة الخام. وهذا يظهر في حياتنا في آخر 10 سنوات عن طريق شركات تتركز قيمتها فقط على البيانات وتجميعها وربطها واستخراج القيمة منها وبيعها بطرق مختلفة. أمثلة لهذه الشركات جوجل، أمازون، تويتر، فيسبوك وغيرها. كيف ما القيمة الناتجة من الصناعة أعلى من القيمة الناتجة من الزراعة، كذلك القيمة الناتجة من البيانات والمعلومات أعلى من الزراعة والصناعة. مثلا قيمة فيسبوك وجوجل وامازون مجتمعة اكثر من 1000 مليار دولار. الرقم هذا اكثر من صادرات، اكثر من ضعف صادرات النفط لجميع دول اوبك باسعار نفط اليوم. قبل فتره شفنا فيسبوك شروا واتساب بقيمه 19 مليار. هل نحن متخيلين ان شركه بحجم فيسبوك مش قادرين يبنوا تطبيق زي واتساب؟ اكيد لا. واتساب عندهم اكثر من 500 مليون مستخدم، يتبادلوا في بيانات اكثر من 10 مليار رساله في اليوم، ومعاهن 400 مليون صورة. في الواقع فيسبوك هم شروا البيانات، شروا المادة الخام، المعلومات والبيانات. البيانات والمعلومات قيمتها عالية ولها أثر على حياتنا، واللي يعرف قيمتها مش ممكن يهمل أي معلومة. لكن هنا سؤال يطرح نفسه، كيف نطلع المليارات هذه كلها من البيانات؟ كيف ممكن نصنع القيمة من مجرد بيانات؟ ببساطة كيف ما نستخرج في البنزينة من النفط، وكيف ما نحول في الحديد إلى سيارات، كذلك البيانات تصنع إلى معلومات ومعرفة وحكمة. يظهر في المثلث مراحل تصنيع البيانات. في الأسفل تعتبر المادة الخام وهي البيانات. ممكن تكون صور زي ما يخدم عليها انستغرام، ممكن تكون فيديو زي ما يخدم عليها يوتيوب، ممكن تكون كلمات وآراء زي ما يخدم عليها تويتر. البيانات هذه لو أنا عالجتها واستخرجت منها، المرحلة اللي بعدها حتعطيني معلومات. معلومة على معلومة على معلومة على مدى الزمن حتنقلها إلى معرفة. الفهم العميق لهذه المعرفة حينقلنا إلى رأس الهرم ويعطينا الحكمة. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. لغاية هنا مازال ما حكيتش أنا كيف يطلع المليارات. خلينا ناخذ مثال بسيط. فيسبوك. فيسبوك عنده عمرك، عنده اسمك، عنده اهتماماتك، أصدقائك، ممكن عنده حاجات حتى أنت ما تعرفينش عن نفسك. لو خذينا حاجتين بس، خذينا صورة بروفايلك اللي أنت ديما تحط فيها، وخذينا عمرك، تمام؟ هل تصدقوا أن فيسبوك يقدر لو لاحظ أنك أنت كبير في العمر، ولاحظ أنك أنت ديما تحط في صورة بروفايلك مثلاً أصلع، حتلاحظوا أنه ممكن يطلع لك دعاية لزراعة الشعر، يقدر يحللها ويشوفها. هو يجي للشركات المصنعة ويقول لهم أنا نجيب المستخدمين، أنا عندي بياناتهم. وديما خليها بصفة عامة، لو أنت تستخدم في خدمة والخدمة هذه مجانية، اعرف أنك أنت هو المنتج وهم يخدموا على بياناتك. مؤخرا طلع مصطلح البيج ديتا أو البيانات الضخمة وأخذ ضجة. هي بيانات ضخمة ومنها جت التسمية، وسريعة ومتنوعة. سريعة يعني ممكن زي ما أنت تقدر تتحرك جي بي اس كل مرة يحدد بياناتك، يعني معدل التغير في الزمن. وكذلك متنوعة زي ما ذكرت، ممكن تكون صور، ممكن تكون أفلام، أي شيء آخر. والبيانات لازم تكون مختلفة يا سادة،
حتى لو كانت من نوع واحد مثلا أرقام، لأن معلومة ومعلومة أخرى نفسها أنا حنطلع بمعلومة واحدة، أنا ممكن نطلع معلومة أخرى ثالثة. مثلا محمد موجود مع علي وناصر موجود مع محمد، أنا نقدر نستنتج معلومة ثالثة أن علي ومحمد موجودين مع بعضهم. البيانات قيمتها عالية ولها أثر على حياتنا، واللي يعرف قيمتها مش ممكن يهمل أي معلومة. في سنة 2014 أطلقت تطبيق أذان ليبيا وليبيانا كيت. التطبيقين هذين في فترة وجيزة تحصل على أكثر من 250,000 مستخدم. من البيانات اللي كانت تظهر عندي في تطبيق أذان ليبيا هي أوقات حذف المستخدمين لإشعار الأذان، وطبيعي إن هم يحذفوه في أوقات الصلاة الخمسة، هذا المتوقع، لكن النتيجة طلعت تختلف. من الظهر إلى العشاء كانت طبيعية إلا في صلاة الفجر، كيف ما يظهر منحنى كان في مجموعة تغلق فيه قصاد الساعة 4 ومجموعة أخرى قصاد الساعة 8 ومجموعة أخرى قصاد الساعة 11. بيش نسير حاجة غريبة كانت هذين بيانات. بعد تحليل الموضوع اتضح أن هذا وقت استيقاظ الليبيين، تمام؟ وهذه معلومة مهمة جدا أنك تعرف الليبيين الساعة كم ينوضوا. المعلومة الثانية اللي تقدر تستنتجها من الموضوع هذا هي زحمة السير، جربتها، نزلت الساعة 10 المدينة وفعلا زحمة السير خفيفة جدا. المعلومات والبيانات قيمتها عالية ولها أثر على حياتنا، واللي يعرف قيمتها مش ممكن يهمل أي معلومة. وقتها فرحت، كنت نحسب عندي بيانات ضخمة، يعني البيانات هذه مبنية على 88 مليون إشعار طالع للمستخدمين. أول ما بحثت على البيانات الضخمة لقيت أرقام تفجع، أرقام كبيرة بكل. مثلا من أول ما بدأت الحوسبة إلى 2003 كمية البيانات اللي أدخلتها البشرية تساوي 5 إكسابايت. الإكسابايت هذه وحدة قياس حجوم في الحاسوب، تساوي مليار مليار، أي واحد وجنبه 18 صفر. الرقم هذا من 2003 إلى 2012 تضاعف 500 مرة، قاعد قريب 2.7 زيتا بايت. زيتا بايت هذا واحد ويلا 21 صفر. الإنسان في الـ 24 ساعة والبشرية تنتج في بيانات تساوي 70 مرة ضعف ما موجود في مكتبة الكونغرس. الفيسبوك يعالج من قاعدة بيانات مستخدمينا 50 مليار صورة. البيانات خصوصاً الضخمة حتساعدنا في مجالات عدة في الحياة، حتساعدنا في الصحة، حتساعدنا في التعليم، حتساعدنا في تشييد المدن كذلك، حتساعدنا في المواصلات. باش نوضح الصورة خلوني ناخذ مثال بسيط عن المواصلات. من أول ما طلعت السيارات والمدن تعاني من الازدحام، الحكومات أول ما فكرت تحل المشكلة هذه أوجدوا المواصلات العامة، وفعلا كان حل لكن ما كانش جذري، وبالدليل عواصم العالم إلى الآن تعاني من الازدحام. خلونا لو حطينا البيانات والمعلومات ونشوفوا كيف ممكن تنحل المشكلة هذه. لو أنت عندك بيانات ومعلومات على المستخدمين أو المواطنين كيف يتحركوا وكيف يمشوا، وبالاستعانة بالبيانات الضخمة وبتقنيات مثل القيادة الذاتية والمدن الذكية، أنت تقدر أول حاجة تقلص عدد السيارات إلى 20%، لأن في إحصائية تثبت أن نحن البشر مستحقين 20% بس من السيارات الموجودة الآن. وأنك أنت مجرد تطلع وتقول أني مثلا ماشي المطار، مجرد تدرس عليك سيارة هي أصلا ماشي المطار تجيب شخص، وتمشي في الطريق وممكن توصل حتى شخص واحد آخر، هي تجيب في البيانات من المستخدمين وعارفة كل شخص وين ماشي وكل شخص وين موقعه. بنفس الفكرة هذه مشابهة، الفترة السابقة قبل سنوات طلع تطبيق أوبر، نفس الفكرة هذه بالضبط. أنت تجد ماشي مسافر مدينة أخرى وشخص واحد آخر يطلع لك على الخريطة عن طريق التطبيق وتوصل على طريق، وتقدر تدفع للشخص هذا كاي عن طريق التطبيق، وطبعا التطبيق يكسب من المعاملات المالية. تطبيق أوبر يتعامل مع ملايين المواصلات يوميا. كم تتوقعوا القيمة اللي ربحها تطبيق أوبر؟ تطبيق أوبر طلع في 2009، إلى 2015 قيمة أوبر أكثر من 62 مليار. نحن قلنا أرقام كبيرة اليوم، 62 مليار راهن 62 ألف مليون، يعني تخيل روحك أنت في 6 سنوات تحصل 62 مليار. الإنجليز يقولوا time is money data is money. نحن بدينا بسؤال واحد زيد واحد، أنا توا بنحاول نقنعكم أن الإجابة هذه ممكن تكون صحيحة. لو قلنا أن الواحد هذا معلومة، تمام؟ معلومة زائد معلومة نفسها بالضبط حتعطيني نفس المعلومة، وبهيك الإجابة الأولى تكون صح. معلومتين مختلفات بدون الربط بيناتن حتعطيني معلومتين، وهيك الإجابة الثانية تكون صح.
معلومتين مختلفات وعن طريق الربط بيناتهم أنا ممكن استنتج معلومة ثالثة، وهيك الإجابة الثالثة تكون صح. من معايا أن الإجابة الثالثة من وجهة نظر أنها تكون معلومة صح يرفع يده. واقع أنا ما نتوقعش أنكم كلكم ترفعوا يديكم، أستاذ الرياضيات أكيد مش هيرفع يدها. الاختلاف إيجابي مش سلبي. أينشتاين ديما يقول الليلة التي يتفق فيها الجميع هي مضيعة للوقت. بناء على كلام أينشتاين نحن اللي بين في الوقت الحالي ما نضيعش وقت، لأن ديما مختلفين صعب نقتنعوا. شاركوا على تويتر 1+1 وتشوفوا يعني نشوفوا آراءكم. بناء على كلام أينشتاين ولو تركز فيه شوية هو نفسه أن المعلومات المتشابهة ما عندهاش قيمة، القيمة تنتج من الاختلاف والتنوع. رسالتي هي أن المعلومات والبيانات قيمتها عالية ولها أثر على حياتنا، واللي يعرف قيمتها مش ممكن يهمل أي معلومة. شكراً.